السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالحصة الأولى والثانية، درس خصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة من مرجع المرشد في النشاط العلمي للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي. إذا لنبدأ بالفقرة الأولى، فقرة الوضعية المشكلة ألاحظ وأفهم. شاهد زياد في أحد الأشرطة الوثائقية حول الحيوانات قطيعا من الغزلان كان يرعى العشب، وفجأة ظهرت مجموعة من الفهود. إذا لاحظوا معي فلدينا مجموعة يعني قطيع من الغزلان. إذا في أثناء يعني أثناء عرض هذا الشريط الوثائقي فبانت مجموعة من الفهود. هنا ندخلوا في واحد العلاقة بين هاد جوج ديال الانواع ديال الحيوانات، بين القطيع من الغزلان والفهود. واكيد كلنا كنعرفوا بان الفهود بطبيعه الحال غادي تتغذى على الغزلان، اذا وستعمل على اذا مطارده القطيع املا في يعني الظفر بفريسه، اذا فريسه يعني دسمه اذا لتلبيه يعني حاجتها اذا في التغذيه. اذا الان نبدا بالسؤال، اذا نجيب عن السؤال الثاني، اتساءل وادون في دفتري. اذا سنقترح سؤال التقصي اذا خاص بهذه الحصة. اذا سؤال التقصي، اذا بالنسبة لسؤال التقصي الذي سنطرحه خلال هذا الحصة، ما خصائص الحيوانات وكيف تتفاعل فيما بينها، يعني ما هي العلاقة التي ممكن انها تربط بحيوان اخر وفي البيئة التي تعيش فيها، يعني التفاعل ديال الحيوان مع البيئة اللي كيعيش فيها. اذا بالنسبه للفرضيه، اذا تختلف سلوكات الحيوانات حسب كل نوع. اذا فكاينين انواع مثلا اللي كيتنقلوا اذا باش يلقاو يعني ولا في البحث عن الماء، البحث عن الغذاء. كاينين حيوانات اللي كتلجا لظاهره السبات اذا اثناء فصل الشتاء مثلا بحال الدب وحيوانات اخرى. اذا يعني السلوك ديال الحيوان كيختلف حسب النوع، وكذلك كاين علاقات غذائيه تربط مجموعه من الحيوانات. اذا وتربط علاقات غذائيه انواع من الحيوانات، فمثلا كنلقاو الاسد يتغذى على الغزاله، كتلقاو الغزاله كتغذى على النباتات. اذا كتلقاو مثلا الفأر يتغذى على العشب، كيجي ثعبان يتغذى على يعني يتغذى على الفأر. اذا فالعلاقات بالحيوانات، اذا عندنا مجموعه من الحيوانات اللي كتربط بينها علاقات غذائيه. اذا غادي نشوفوا هاد السلوكات اللي كتميز بها هاد الحيوانات، وغادي نشوفوا كذلك يعني العلاقات التي تربط بين مختلف انواع الحيوانات. اذا نبداو بالنشاط الاول. اذا سلوك الغزالي للبقاء على قيد الحياه. اذا غزالو تومسون هي اكثر انواع الظباء شيوعا في شرق افريقيا، ياكل العشب ويعتبر فريسه هامه للفهود والاسود وغيرها من الحيوانات المفترسه، فهي سريعه جدا ويمكن ان تصل الى 40 ميلا في الساعه. غزال تومسون حيوان اجتماعي يهاجر معا في قطعان كبيرة نحو مصادر أفضل للغذاء والماء خلال الموسم الجفاف. إذا ليست السرعة إذا المعيار الوحيد الذي يحكم نتيجة الصيد في عالم الحيوان، فمثلما طورت الحيوانات المفترسة وسائل للوصول إلى فرائسها ومن بينها عضلات قوية قادرة على دفع أجسادها إلى الأمام بسرعة كبيرة، طورت الفرائس كذلك مهارات تضمن لها مساحة من الإفلات مثل القدرة على تغيير مسارها بسرعة كبيرة وبالتالي الابتعاد عن الحيوانات التي تطاردها. إذا هنا عندنا فريسة إذا ومفترس، إذا الغزالة إذا كتعتبر فريسة، الفهد كتعتبر مفترس. إذا بالنسبة للحيوانات المفترسة فهي عندها عضلات قوية، إذا عندها قادرة على دفع جسمها إلى الأمام يعني بواحد الصورة اللي هي كبيرة، كذلك السرعة. إلا أن حتى الفرائس حتى هما طوروا من نوع يعني من نوع الاستماتة ومن نوع يعني غريزة البقاء عندهم، حتى يتطورات لدرجة أنهم يعني قدروا أنهم يطوروا يعني السرعة ديالهم، وعندهم حتى ميزة تغيير المسار. اذا فمثلا كتكون كتجري هكا كت يعني كتجري في اتجاه اخر، اذا تغيير المسار بسرعه كبيره باش انها تفلت من المفترس. اذا السؤال، احدد سلوكات كل من الغزاله والنمر للبقاء على قيد الحياه مع وصف مميزات كل حيوان. عفوا، اذا بالنسبه للسلوكات، اذا السلوكات، اذا الغزاله، اذا الهرب من الحيوانات. اذا السلوك باش انها تبقى على قيد الحياه هو الهرب، وتطوير اليات
إذن آليات، هاد الآليات اللي كتمكنها من الابتعاد، آليات للابتعاد، إذن للابتعاد من الحيوانات المفترسة، من الحيوانات المفترسة. إذن هذه هي الآلية ديالها باش تبقى على قيد الحياة. إذن البقاء، إذن الهدف هو البقاء على قيد الحياة. الهدف من هاد السلوك هو البقاء على قيد الحياة. بالنسبة إذن الهرب وتطوير آلية الابتعاد من الآليات للابتعاد، إذن للابتعاد من الحيوانات المفترسة، إذن البقاء على قيد الحياة. نشوفه دابا سلوك النمر. إذن سلوك النمر، إذن باش البقاء على قيد الحياة شنو خصو يدير؟ هو مطاردة الفرائس. إذن مطاردة الفرائس، إذا الفرائس هي مصدر، إذا مصدر الغذاء. إذا مطاردة الفرائس إذا هي مصدر الغذاء، وبالتالي مصدر للبقاء على قيد الحياة، مصدر الغذاء. إذا بالنسبة لمميزات كل حيوان، إذا بالنسبة للغزالة، إذا بالنسبة للمميزات، إذا غنكتبوا الغزالة المميزات ديالها. إذا عندنا السرعة، إذا زائد القدرة على تغيير المسار، القدرة على تغيير المسار. بالنسبة للفهد، إذا فهو كذلك كيمتاز بالسرعة زائد العضلات القوية. إذا العضلات القوية. السؤال الموالي، أحدد برسم تخطيطي العلاقة بين العشب والغزالة والنمر ودور كل واحد منهما في هذه العلاقة. إذا عندنا العشب، إذا العشب يؤكل من طرف الغزالة، الغزالة تؤكل من طرف النمر، أو إذا النمر، نعم الفهد النمر. إذا بالنسبة لهاد العلاقة هذه كتسمى سلسلة غذائية، هذه كتسمى سلسلة غذائية. إذا تتكون من المنتج، إذا العشب اللي هي نباتات خضراء، إذا المنتج، إذا المنتج للمادة العضوية. إذا العشب، إذا كيتكلم من طرف الغزالة اللي كتعتبر مستهلك أول، إذا الغزالة كتعتبر مستهلك أول، النمر كيتعتبر مستهلك، إذا المستهلك ثاني، إذا المستهلك رقم 2. إذا هذه هي العلاقة بين العشب والغزالة والنمر. إذا نمر الآن إلى النشاط الثاني. إذا لاحظوا معي النشاط الثاني. إذا سلوكات الحيوانات حسب بيئتها للبقاء على قيد الحياة. إذا ثعلب ينمي فروا لمقاومة برد الشتاء القارس. إذا فمن من من يعني من من السلوك، من السلوك يعني الهدف منه هو البقاء على قيد الحياة، أنه كينمي واحد الفرو اللي كيقدر أنه يحميه من الشتاء القارس. تهاجم الطيور أسرابا، إذا بحثا عن الدفء والطعام. إذا تهاجر وليس تهاجم، إذا تهاجر الطيور أسرابا، إذا كتهاجر يعني على شكل يعني أسراب اللي يعني بحث عن الدفء والطعام. إذا فهي كتهاجم المناطق اللي هي باردة إلى المناطق الدافئة. هجرة سمك السلام من أجل التوالد، إذا فالهجرة من أجل التوالد. إذا السبات الشتوي بسبب شدة البرد ونقص الطعام بالنسبة للدب. سنجاب يخزن الطعام لفصل الشتاء، إذا كيخزن الطعام باش يتغدى عليه فصل الشتاء البارد. إذا ابن عرس يغير لونه إلى الأبيض للتخفي، إذا كيبدل اللون ديالو، كيغير اللون ديالو باش يعني يتخفى يعني عن الحيوانات المفترسة. أرنب بري، إذا تغير لونها حسب بيئتها للتخفي كذلك، إذا يعني حسب يعني البيئة ديالها كتغير اللون ديالها. إذا ألاحظ سلوكات الحيوانات وأحدد أسبابها. إذا هاد السلوكات كلهم السبب ديالهم هو البقاء، يعني السبب الرئيسي والأساسي هو البقاء على قيد الحياة. إذا البقاء على قيد الحياة. استمرار النوع، إذا استمرار النوع كذلك، استمرار النوع، إذا باش يستمر النوع ديال كل حيوان. إذا البقاء على قيد الحياة واستمرار النوع. إذا نمر الآن إلى أطبق وأقوم. إذا أربط كل حيوان بغذائه لتشكيل سلاسل غذائية. إذا غادي نشكلوا سلاسل غذائية. إذا مثلا غناخدو إذا قمح، إذا قمح، فأر، إذا فأر، إذا بعد الفأر سيأتي مثلا
دنبومة، دنبومة. إذن أسماك قط، إذن أسماك قط، إذن دودة القز، إذن لقلاق، إذن لقلاق ثم ثعلب. إذن لدينا ضفدعة، إذن ضفدعة. إذن الضفدعة فهي تتغذى على الحشرات، إذن الطائر يتغذى على فأر، إذن كذلك القط يتغذى على الفأر. إذن مجموعة من العلاقات اللي غتربط، إذن مجموعة من غنحصلوا على واحد الشبكة إذن غذائية، لأنه هاد الحيوانات كلها كتربط بيناتها واحد المجموعة ديال العلاقات. إذن كذلك إذن مجموعة من العلاقات التي تربط بين هذه الكائنات. إذا نمر الآن جو فورم دونك دي شين اليمونتير، يعني سلاسل غذائية، دي شين اليمونتير. دونك عندنا لو ليون، لارب اللي هو العشب، لا غازيل دونك لارب هو الأول، دونك لارب يمونجي باغ لا غازيل، الغازالة. الغازالة يمونجي باغ لو ليون، الأسد، لو ليون. عندنا لو سيربون، لو بلي، لو مولون. دونك لو بلي اللي هو القمح، لو بلي اي مانجي باغ دونك لو مولو، الجرد، لو مولو. وهذا الجرد يتم أكله من طرف الثعبان، لو سيربون، لو سيربون. دونك عندنا بواسون، لو رونار، لا سيغون. دونك لو بواسون هو الاسماك، دونك لو بواسون. دونك هنا نقدروا نديروا واحد العلاقه واحده اخرى بين لو بواسون، اللقلاق، ثم اللقلاق تيتم الاكل ديالو من طرف الثعلب. دونك لو بواسون، الاسماك او السمكه يتم اكلها من طرف لا سيغون، اذا اللقلاق، لا سيغون. إذا لا سيغون يتم أكله من طرف الثعلب، لو غوناغ، لو غوناغ. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أذكر إذا سلوك الحيوان المناسب لكل صورة. عندنا سبات شتوي، عندنا هجرة، تغيير اللون للتخفي، إذا تنمية الفرو لحماية للحماية من البرد. بالنسبة لحية الأهرام إذا فهي كتغير اللون باش تخفى، إذا تغيير اللون، تغيير اللون إذن للتخفي، إذن تغيير اللون للتخفي، إذن السلوك ديالها باش تقاوم، يعني أو باش تبقى على قيد الحياة، هو تغيير اللون للتخفي. عندنا حيوان الرنة الكندي، إذن بالكندا كتعرفوا أن عندنا طقس جد بارد، إذن فكتنمي الفرو للحماية من البرد، إذن تنمية، تنمية الفرو للحماية من البرد. بالنسبة للصورة الثامنة عندنا طائر النحام الوردي، إذا هنا هجرة، الهجرة نحو الأماكن الدافئة، إذا هجرة. بالنسبة للدب القطبي، إذا السبات الشتوي، إذا السبات الشتوي. السؤال الرابع، أحدد الفريسة والمفترس. إذا في كل صورة، كل صورة غادي نحدد الفريسة والمفترس. إذا المفترس، إذا هنا عندنا إذا الأسد، أو إذا اللبؤة، إذا اللبؤة. إذا بالنسبة للفريسة عندنا الحمار الوحشي، إذا الحمار الوحشي. إذا بالنسبة للمفترس هنا عندنا التمساح، تمساح. وبالنسبة للفريسة عندنا سمكة، إذا الصور ما باينينش مزيان، تمساح، إذا تمساح، سمكة. المفترس هنا عندنا النسر أو الصقر، إذا النسر. الفريسة عندنا أرنب. السؤال الخامس، أصفوا
كل منهما مكملا بما يلي: الانقضاض الضعيفة، التخفي القوي، الهروب، المخالب والأنياب. إذا المفترس يتميز بالبنية القوية. إذا المفترس عنده كتكون عنده بنية قوية، إذا يتميز بالبنية القوية ويستعين بالسرعة. إذا بالسرعة والمخالب. إذا والمخالب إذا والمخ عفوا والمخالب إذا والمخالب أو الأنياب. إذا أو الأنياب إذا أو الأنياب والانقضاض. إذا والانقضاض، الانقضاض على الفريسة، والانقضاض إذا والانقضاض. إذا المخالب أو الأنياب والانقضاض. بالنسبة للفريسة تتميز بالبنية الضعيفة، إذا البنية الضعيفة، وتستعين بالسرعة، إذا والتخفي والهروب. إذا والتخفي والهروب. نمر الآن إلى السؤال السادس. Je complète par le lapin. Donc le tigre, la souris, l'ours. Donc le prédateur. Donc عندنا la proie. Donc la proie هي le poisson. Donc le poisson يعني الأسماك. شكون لو بريداتور ديال الأسماك. دونك الأسماك يتم أكلها. دونك من طرف عندنا لو لابان، الأرنب، التيغر، وعندنا لا سوري، وعندنا لورس. دونك لورس الدب. إذا لورس. لا جيراف. إذا لا جيراف إذا يتم أكلها من طرف لو تيغر. دونك لو تيغر، النمر، لو تيغر. لو غونار. دونك الغونار هنا لو لابان، الأرنب. إذا الفريسة ديالو لو لابان. لو شا، إذا الفريسة ديالها لا بخوا هي لا سوري، الفأر. إذا القطة، القط، إذا القط فهو يتغذى على الفأر لا سوري. دونك فوالا. إذا مكتسبات الجديدة، إذا خلاصة الدرس. إذا من أجل البقاء تضطر بعض الحيوانات إلى الهجرة إلى مناطق أخرى بحثاً عن ظروف مناسبة مثل الأكل والدفء، وبحثاً عن مناطق دافئة للتوالد. وتلجأ حيوانات أخرى إلى السبات شتاءً عندما يقل الطعام ويشتد البرد، أو تغيير لون الجلد للتخفي، ولا كذلك عندنا حتى تنمية الفرو للحماية من الظروف يعني المناخية القاسية. وتدخل الحيوانات في علاقات غذائية فيما بينها كتسمى، إذا تسمى سلاسل غذائية. وتكون النباتات الخضراء هي البداية، إذا في السلسلة دائما النباتات الخضراء، إذا كتسمى المنتج لهذه السلسلة. وتتغذى الحيوانات المفترسة على مجموعة من الحيوانات تسمى فرائس. دونك دي بخوا. إذا بالنسبة للمعجم، وسط طبيعي عندنا ميليو ناتشورال، سلسلة غذائية، شان أليمونتار، نظام بيئي، إيكو سيستيم، مفترس، بريداتور، فريسة، بخوا. إذا هذا هو الدرس ديال اليوم. موعدنا يتجدد دائما على نفس القناة. غنشوفوا إن شاء الله في الفيديو الجاي الدرس الموالي اللي غيخص خصائص النباتات وتفاعلها مع البيئة. إذا كونوا في موعد، إلى اللقاء.